راجلي كان هنايا زياده وخلق هنا من اللي عام النصراني هو كاين هنايا هما اللي مات الله يرحمه خلاني انا ساكن هنا انا ووليداتي دابا 60 عام وانا كاين هنايا الارض كانت ديال الدوله ديال الدوله وكنا ساكنين كانت الارض غرطه عطاو ديال النصارى كانت تبطا طوماطيشه وكان التوزين ما باقي ما كان وزين واحد اللي اللي يقول له أقول الدار هنايا وانا ساكنه قاعد مالي الوزينات راه مشي هادين عارفيني هنايا هنا. وهذا السيد شراها عامره ومطالع معنا قال لك راه خاويه البنت الصغرى عندها 30 عام في عمرها زيده هنا زيده وخلق هنايا وعاد الكبارات كلهم هنايا كياخذوا كل شيء الحال المدنيه كله عندنا على هنا والعنوان ديالنا هو هذا هو هذا هنايا ولد بالحسن دوار ولاد عزوز هذا هو المنطقه ديالنا وتا خويا كتشوف في الحاله كديرها حنا كلشي كناخذ الورق من هنا وكانوا ما دوك السكنات ثلاثه السكان كانوا ثلاثه الناس حولتهم تكلفت بهم اخويا الجماعه تحولتهم ثلاثه السكان جاهم في بلاصه جماعه حولت هاد الناس تقريبا 24 عام ولا 23 عام ملي غيتاسس لوز... هاد الحي الصناعي جاهم من الوسط حولوهم وحنا بقينا هنايا ما حولونا ما والو ما قالوا لنا شي حاجه جيناهم في الطرف بقينا في الطرف الجامعة ما عوضتناش خويا كنمشيو دابا هي بعت باعت البقعه عامره وهاد السيد دابا تيقول لنا انتوما استغليتو ليا ديرنا بان حنا ترمينا لهاد السيد على الارض حنا ما مترميناش هاد السيد على الارض ما كايناش هاد الهضره تيقول هاد السيد داعينا في المحكمه على ود هادشي كيقول لنا على الارض هاد السيد ما ليه وما عارفاش حنا البقعه واش مشريه ولا إحنا حنا كنتسناو صحاب جامعه يحولونا ما حولوناش منا من السكان بقينا حنايا هنا تجي لنا هاد السيد جاتنا الدعوه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه جاو لينا فيها الرابعه خويا جاو لينا فيها يعني هزونا ما نقولش لك على واحد حلي اللي داروا لينا ديال الكلاب حاشاك ديال الكلاب رماونا أه السيد شرف في 2009 باعت ليه الدوله في 2009 من شرف في 2009 ما بقينا في حال هكاك ما جعدنا ما حتى شي حاجه ما ما قال لينا غنعوضكم لا بالقليل ولا بالكثير المهم آآ آآ سلم لولدو في 2019 سلم لولدو في 2019 ملي سلم لولدو في 2019 2020 دعانا ولدو دعانا ولدو جاتنا الدعوه ديال السيدعه مشينا حضرنا في المحكمه آآ طلبوا منا حنا نعوضوه الف ريال ديال التعويض ديال الاستغلال ديال الارض و الى علينا المحكمه بالافراغ وتاخرنا غادي نخلصوا ليه 500 درهم في النهار 500 درهم في النهار كتعويض وحنايا ما عندناش فين نمشيو جاتنا نهار 14 شهر واحد جاتنا ورقه ديال الافراغ بالقوه العموميه ما عطينا داكشي المحامي دايرين المحامي وداكشي أعطينا داكشي ونكلف اللي بقينا في هكاك نهار 25 شهر واحد جات القوة العمومية وجا معاهم الرئيس هذاك سميتو القيد جاو ما فهمونا ما قالوا لنا حتى شي حاجه لا خرجوا حوايجكم ولا خرجوا لوليداتكم باش ياكلوا ولا كتوبه ديال الولاد كيقراو كي حتى شي حاجه حاجه وحده اللي عوضونا بها هي لاحونا في الزنقه حنا وليداتنا كنباتوا في الليل الضبابه كطيح علينا كتسمعوا الصوت ديالي كيفاش داير الصوت ديالي مشى بالبرد كنباتوا في الضبابه كطيح علينا والغد ليه كنفيقوا في الشمس كتحرق فينا هذا اللي كاين من اثنين ليومنا هذا ما كاين حتى شي حاجه ما كاين هذا مشينا عند الجماعه كل ما ما داروا معنا حتى شي حل ها ساكن عشوائي يعني الجماعه مني الجماعه ولا شكون باع لهذا السيد مني باع ليه كان خصهم يحولونا حيت ديجا محولين الناس محولين ثلاثه الناس كانوا حدانا هنايا تكلفات بهم الجماعه وحولاتهم الناس ديال العشوائي المنطقه اخرى ديال العشوائي دوار اخر وحنايا ما جوعتنا عندنا ما سولونا ولا بغيتو تحولوا قلنا لهم لا ولا حتى شي حاجه حتى شي واحد ما ما لينا شي حاجه ولا شي واحد سولنا ولا هذا نحونا نحن وليداتنا بلا حتى شي حاجه بلا هذا الناس المحسنين هما اللي كيجيبوا لينا ما من, من نهار الاثنين اللي داز راك انت كتشوف الحاله وتشوف الشانطي يجينا في الشانطي اللي داز كيجيب كي لينا داكشي اللي قسم الله ناكلو وحويجات لوليداتنا ما يلبسوا كنا بحويجنا وكنا بكل شيء تولينا كنطلبوا